أخيرا يقول: إذا تبين لي بأنني انحرفت عن القبلة قليلا، فهل أعيد الصلوات؟ لأننا كنا في رحلة وقد انحرفنا عن القبلة شيئا بسيطا. الانحراف اليسير لا يضر، لا في السفر ولا في الحضر. الانحراف اليسير لا يضر في الصلاة، لأن الواجب استقبال الجهة التي فيها الكعبة، ولا يلزم، يعني لا يلزم استقبال عين الكعبة لأن هذا متعذر، يكفي استقبال الجهة التي فيها الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الذي يرى الكعبة يجب عليه أن يصلي إليها إلى عينها، والذي لا يراها صلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو مال يسيرا، إنه معذور في ذلك. نعم.